قرار الحكومة العراقية الأخير القاضي بتعويض المزارعين عن محصولي الحنطة والشلب لاقى حالة من الرفض من قبل المزارعين في محافظة النجف، عادين هذا الأمر غير مجد ولا يصب في مصلحة الزراعة والمزارع على حد تعبيرهم. الفلاح لا ما تزرع قاعة تندمر، فإحنا ما نريد تعويض، بس لو نبي القديم نريده، لا نريده احنا نطالب الدولة به القديم، بس انه هيك ما نريد تعويض، نريد زراعة حتى السوق ينتعش والفلاح ينتعش وكل امورنا تصير زينة. اذا السنة يقولون نعطي 50% تعويض، يجوز السنة الجاية يعطون 20% وراها 10% وارض راح تمتلك تصير صبخاية. فاني بالعريض يوفرون لي الحصة المائية وازرع، يجيني يقول لي ابي ازرع باقتصاد بالمياه، انا الشلب ما يصير غير سيحي، الشلب سيحي. انا لو حنطه ومساحات كبار، هسه بالصحراويه المساحات الكبار تقدر تزرعها بالمرشات. متخصصون في الشان الزراعي راوا من جانبهم ان الحديث عن تقنين المياه في ظل عدم توافر الحصص المائيه لا يمكن تطبيقه، قائلين ان التعويضات الماليه للمزارعين هي حلول وقتيه لا يفضلها المزارعون الذين يقبلون التعويضات عن المواسم الماضيه شرط السماح لهم بزراعه اراضيهم في المواسم القادمه. أن موضوع تعويض مزارع الشلب في محافظة نجف أو المحافظات المجاورة هو موضوع وقتي وليس ولا يعتبر موضوع حل نهائي لهذه الأزمة. أن المزارع العراقي معروف عليه بأنه لا يرضى بأن يأخذ تعويض وأرضه جرداء، أن هنالك علاقة روحية بين المزارع وزراعة أرضه. ويعاني العراق من أزمة مياه حادة بعد خفض حصصه المائية من قبل تركيا وتغيير إيران لمجرى الأنهر. شح المياه شمل محافظات البلد كافة، ما أدى إلى جفاف مساحات واسعة خاصة في محافظات الجنوب والفرات الأوسط، الأمر الذي أثر سلبا على المزارعين الذين باتت أراضيهم جرداء بسبب الجفاف. على الحاجة الحرة، النجف.